دابا او لا سيكاتريس هي منطقه من الانسجه الليفيه او ما يسمى بلا فيبروز اللي كتحل محل الجلد الطبيعي بعد اصابه هذا الجلد. دونك هي في الحقيقه عمليه طبيعيه من عمليه الالتئام. اللي خصنا نعرفه هو انه عمليه الالتئام الجروح كتمر طبيعيا من 4 ديال المراحل. المرحله الاولى اللي هي ليموستاز او عمليه تجلط الدم، المرحله الثانيه اللي هي الالتهاب او لانفلاماسيون، المرحله الثالثه اللي هي عمليه تكاثر الانسجه او لا بروليفيراسيون، المرحله الرابعه هي عمليه تجديد الانسجه اللي هي لو رومودلاج. الى وقع مشكل في اي مرحله من هذه المراحل هذو كينتج عنه سيكاتريس اللي كنسميوهم باثولوجيك، يعني غير طبيعيه او مرضيه. الاسباب ديالها كثيره متعدده، من بينها حب الشباب، العمليات الجراحيه، الحروق، الحوادث. بالنسبه للعلاج ديال الندبات او لي سيكاتريس، اللي خصنا نعرفو اولا هو انه خصنا نكونوا منطقيين. ما كاينش علاج واحد لجميع المرضى، ما كاينش علاج اللي فعال وناجح 100%، ما كاينش علاج لكل مريض ولكل جرح. خص المختص بعدا يفحص المريض، يشوف هذاك الندبه الطبيعه ديالها، العمق ديالها، السبب ديالها، باش يقدر يحدد الوسائل اللي يمكننا نستعملوها من اجل العلاج. دوك العلاجات اللي يمكن نقترحوا على المريض، اولها الليزر اللي هو فيه جوج انواع، ليزر استئصالي ابلاتيف وغير استئصالي نون ابلاتيف. الليزر الاستئصالي يقدر يكون لازير سي او2 او لير بيومياغ، كيقوم بتقشير الجلد الى عمق معين. الطبيب المختص كيرافق العمليه ديال لا سيكاتريزاسيون من اول وجديد باش كنحسنوا من الشكل ديال الندبه. غير هو المشكل في الليزر الاستئصالي هو انه الاعراض الجانبيه ديالو اكثر من الليزر الغير استئصالي. دونك كيحتاج هادشي ان مثلا المريض ما كيمشيش للخدمه ديالو واحد المده الوقت، وما يتعرضش للاشعه الشمسيه الوقت اللي كتكمل لا سيكاتريزاسيون ديال هذيك الندبه. بالنسبه للليزر الغير استئصالي او نون ابلاتيف اللي كيقدم تحسينات طفيفه على مظهر الندبه، هو الاعراض الجانبيه ديالو اقل، ولكن كيعطينا فعاليه اقل من اللازر ابلاتيف. من غير الليزر كاين التقشير الكيميائي او ما يعرف بالبيلينغ، هي مواد كيميائيه كديروها على الجلد ديال المريض. فيها ثلاثه الانواع، كاين لي بيلينغ سوبرفيسيال سطحيه، دي بيلينغ مويان متوسطه، ودي بيلينغ بروفون او عميقه. تكلمنا على الليزر، على التقشير الكيميائي، دابا نتكلموا على سكون ابيل بلا ميزوثيرابي اللي هي حقن بعض المواد الكيميائيه عن طريق ابر جد دقيقه على مستوى الندبه. هذه المواد هذه كتساعد على التئام الجروح، وكتساعد ايضا على تحسين هذه الندبات اللي كيبقاو لنا على الجلد ديالنا. بالنسبه للبي ار بي او البلازما الغنيه بالصفائح، هي تقنيه كتعتمد على حقن صفائح المريض نفسه على مستوى الجرح او الندبه. هذه الصفائح عندها خصائص بالاضافه لخصائص لا كواغولاسيون، خصائص افراز دي فاكتور دو كروسانس، دوك مواد اللي كيساعدوا هاد الندبه على انها تلتئم بطريقه سريعه وانها تحسن حتى المظهر الخارجي لا سيكاتريس. بعض الاحيان كنلجؤوا للجراحه او مراجعه الندبه، يعني كنقطعوا هذاك النسيج اللي فيه لا فيبروز وكنعاودوا نخيطوه وكنخليوه يسيكاتريزي بالمرافقه الطبيب المختص. الحاجه اللي خصنا نعرفوا هو انه ما يمكنش نخفيو لي سيكاتريس بشكل تام، ولكن في الحقيقه هي كنحسنوا من المظهر ديالها، كنرجعوها غير ملاحظه خفيفه ومقبوله من طرف لو باسون لوي ميم ولونفيرونمون ديالو. شكرا دكتوره على المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم بخصوص لي سيكاتريس. كيف ما قالت الدكتوره في الروبورتاج، فهي كاين مجموعه من الاسباب اللي ممكن ينتج عندها دي سيكاتريس، مثلا حب شباب، ممكن جروح، ممكن حروق، ايضا التئام هاد الجروح تمر باربعه ديال المراحل كيف ما قالت الدكتوره. انا فقط نبغي نعطي واحد النصيحه لعدد من الاشخاص اللي تيكونوا عندهم دي سيكاتريس وللاسف بوحدهم تيختاروا كريمات او لا وصفات طبيعيه
الطبيه تيختاروا تيقول لك نديرها باش تعاوني على سيكاتريس تحايد، ربما تنديروها في اوقات غير مناسبه ولا كنستعملوا مواد غير مناسبه اللي مش انها تادينا اولا تزيد من تفاقم هذاك سيكاتريس. مزيان متفق معك، وخصنا نتجنبوا حتى مجموعه من الاخطاء اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال الناس في تعاملهم مع هاد الندب هادو اللي كتبقى في الجسم ديالنا، كتبقى على مستوى سطح ديال الجلد. تكلمتي على مجموعه من السيكاتريس كيبقاو، يا اما حروق، يا اما مجموعه من الجروح، يا اما عمليات جراحيه مثلا، ولكن اغلبها واللي كيعانيو منه بزاف ديال الشباب هو حب الشباب. كنقيسوا حب الشباب كاملين دزنا من هذه المرحله هذه، وكنعرفوا ان بعض المرات صعيب ان واحد الشاب يبقى يشوف هذاك حب الشباب في الوجه ديالو، فكيحاول انه كيحيدوا بوحده من بين الطرق. كاينين بزاف ديال الناس اللي كيديروا ايضا مجموعه من الخلطات او اللي كيستعملوا مجموعه من المواد اللي هي طبيعيه، على راسها اللي معروف الحامض مثلا، كنسمعوا بزاف كثير الخيل والقال عليه. غير خصنا نردوا البال ان بعض المرات راه نقدروا نزيدوا حنا من المشكل، حنا اللي غادي نساهموا ان هذيك السيكاتريس غادي تبقى. وكاين بزاف ديال الناس اللي كيتعرضوا لاشعه الشمس وكينساو ان اشعه الشمس كتقدر حتى تزيد من الحده ديال هاد الندب هادو، فنردوا البال ونديروا الوقايه من الشمس مثلا. كاين ان تريتمون اللي كيتبع فاش كيكونوا الناس عندهم حب الشباب، اغلبيه ديال الاخصائيين، اللي ما غاديش نقول جميع الاخصائيين، ما كينصحوناش اننا نمشيو ونبداو نقيسوا في هذوك الحبوب اللي كيكونوا عندنا في الوجه ديالنا، فنردوا البال ايضا من الخلط بعض المرات ما بين لو تريتمون او الادويه اللي كيعطيها لنا الطبيب، وكنرافقوها بمجموعه من العلاجات الطبيعيه. كنعرفوا وهذه مساله كنظن اليوم المغاربه ولاو كيعرفوها بزاف، هو انه خلطنا بعض المرات الدواء. تخيل انا داير واحد لاكريم في الوجه ديالي مثلا كوم تريتمون وكنزيد عليها ماده اللي هي طبيعيه، راه تقدر تكون الماده الطبيعيه مزيان والدواء مزيان، ولكن الا خلطناهم بجوج غادي يعطيونا غير المشاكل. هذه مساله عاديه، وعاد كنخرجوا الشمس دونك كاينين مجموعه من العوامل الخارجيه ومجموعه من الاخطاء اللي كنرتكبوها في تعاملنا مع هاد حب الشباب، حيت هو اللي معروف بزاف. بالحديث مروان على حب الشباب، علاج حب الشباب ما عمره ما تيكون عند كيف ما كنسميو حنا مول الماكياج. بزاف ديال الناس في هذه الفتره كيطيحوا في خطا كبير، كيمشيو يشيو عدد من البومادات اللي تتباعوا عند مول الماكياج، يقول لك لا راه بالحديث لا، او لا غير نعاود نرجعوا للنقطه، شخص من العائله كيقول لك والله الا درتو وكان تري زيفيكاس، راه ممكن هذيك المده يمشي لك حب الشباب، ولكن تكون اكيد او كوني اكيد انك تسبي البشره ديالك بمجموعه من المشاكل عميقه اللي ممكن تظهر مع السنوات. حاجه اخرى زين، كاين بزاف ديال الشباب اللي اليوم عندهم حب الشباب وكيتوجهوا، كيمشي كيدير عنده حب الشباب وكيمشي كيدير سوان فيزاج في واحد البلاصه اللي هي غير مخصصه مثلا سوان فيزاج، ماشي عند الطبيب كما كنقولوا دائما. فكاين بعض مرات هاد الناس ما غاديش يشوف ان عندك حب الشباب، او حتى كيشوف عندك حب الشباب خصو يدير لك لو سيرفيس حيت غادي يربح بطبيعه الحال. لا، خصنا نردوا البال، عندي حب الشباب راه خصني نمشي عند الطبيب، غادي يعطيني ان تريتمون خصني نتبعو، حيت التريتمون ديال حب الشباب راه كيطول في الوقت. اكيد بزاف ديال كل الناس كل ما تعطلنا كل ما طول، خصنا كنظن نردوا البال من هاد المسائل بزاف ونتفاداو هاد الاخطاء الا بغينا نساعدوا الذات ديالنا انها تخلص من هاد الندب. كنظن مروان ايضا حتى بالنسبه للاطفال الصغار كيخصنا نردوا البال بشكل كبير، لانه كيمكن البشويكه كيكون عندهم بعض الاحيان ولا كيطيحوا بزاف، فما كنردوش البال لهذوك لي سيكاتريس اللي كيمكن اما يكونوا في الوجه ديالهم ولا في اماكن اخرى، فحتى هما ما كنردوش البال لهاد المساله هذه، وكنخليوهم حتى كيكبروا عاد كيوليو هما كيقلبوا على كيفاش يخبيو هذيك السيكاتريس اللي كانت عندهم منين كانوا صغار، وكان ممكن انه بشيء بسيط انه ما يقش فيها وما يلعبش فيها، ونديروا لها شي دواء اللي ممكن تمشي به وملي كبر ما يكون عنده حتى شي حاجه.